طبعا سلمى، بنبقى بعالم الطفل وابرز الفعاليات يلي عم بتقوم لاجل الطفل ودعم المواهب، فتحت عنوان تراثي ذاكرتي وهويتي اقامت مديريه الثقافه في وزاره الثقافه احتفاليه بمناسبه يوم الطفل العربي بدورته 18، وذلك بمجموعه من الفعاليات والورشات الثقافيه في المحافظات السوريه. لحتى نحكي اكثر عن هي الفعاليات وعن هذا الموضوع بصيرنا اكيد نرحب بملك ياسين، مدير ثقافه الطفل. لك صباح الخير. صباح الخير استاذ، صباحكم اهلا وسهلا. صباحك اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. خلينا نبلش ونحكي اليوم عن الفعاليات اللي قدمت بشكل عام هذا العام وشو الجديد اللي كان فيها. طبعا نحن هاي السنه احتفلت يوم الطفل العربي، حطيناها تحت عنوان مثل ما ذكرت حضرتك هو تراثي، لانه نحن كثير بهمنا كوزاره الثقافه ترسيخ الانتماء الثقافي والحضاري للاطفال. من هالمنطلق عملنا هاي الاحتفاليه بكل المحافظات السوريه. عاده نحن الجديد انه عاده بنعمل احتفاليه يوم الطفل العربي بنعمله باحدى المحافظات السوريه، كل سنه بنختار محافظه من المحافظات، بس السنه حبينا انه يكون اكثر تنوع اكثر شموليه كونه الموضوع كمان مهم كثير، موضوع التراث، فعملنا بكل المحافظات محافظات سوريا دون استثناء. كمان الشيء كان المميز انه تراث كل منطقه، يعني احنا حبينا لما حكينا مع المدراء الثقافي ورؤساء الفرق مسؤولي الطفل بالمحافظات، كان هدفنا الاساسي انه ياخذوا الجانب خصوصيه كل محافظه، لانه كل محافظه فيها تراث، بلدنا غني كثير بالتراث وبالحضاره، فكل محافظه ابرز ما عندها، برزت الشيء المتميز بكل محافظه، وهذا الشيء اللي كان عطى طابع كثير حلو وتفاعل إيجابية مع الأطفال بشكل رائع. أي درجة بتشوفوا أنه مثل هي الفعاليات يمكن ممكن تكتشفوا فيها مواهب أطفال معينين، وبالمقابل بتشجعون لما بيشوفوا هذا الاهتمام يمكن بهي الأعمال الفنية، فهني بتشجعوا بصيروا يقدموا أحلى ما عندهم، قد لمستوا هذا الشيء؟ هو أكيد مثل ما ذكرتي، بس هو القصة نحن بوزارة الثقافة ما بنستنى على فعالية لنكتشف المواهب أو لنرعى الموهبة، نحن بوزارة الثقافة عندنا مشاريع على مدار العام، يعني عندنا مشروع متخصص برعاية مواهب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال أبناء وبنات الشهداء والأطفال الأيتام، بالإضافة للأطفال بشكل عام، من خلال مجموعة كبيرة من البرامج اللي أهمها مثلا المسابقات اللي بنعلن عنها سنويا. عندنا 16 مسابقة للفئات اللي ذكرت لك إياها، فنية وأدبية، دائما بنكون حريصين على طباعة الأعمال المتميزة، إن كان بالقصة بالشعر بالمقال، مطبعة ضمن مطبعات وزارة الثقافة، أو تعمل معاملة أي كتاب من ناحية الإخراج والفن، إخراج الفني والرسومات بشكل عام، بالإضافة لإقامة المعارض، بالإضافة لدائما نحن بنكون حريصين من خلال المشاريع الدائمة انه نكتشف هاي المواهب ونحاول نرعاها، وبكل محافظة عندنا مجموعة كبيرة من المواهب، يعني نحن حريصين دائما، يعني هلا اي احتفال ابتدينا احتفال يوم الطفل العربي عملناها بحما، محافظة حما كانت افتتاح الحمد لله جدا موفق بمشاركة الريف والمدينة، وهذا الشيء اللي نحن دائما بنحرص عليه بوزارة الثقافة انه تكون مشاركة الارياف اكثر، وهلا في خطة بالايامات ان شاء الله بالهلا وبالسنة الجديدة انه نوسع اكثر واكثر واكثر الارياف، يعني نحن التوجه انه حتى انه اذا ما في مراكز ثقافيه، رغم انه عندنا الشيء الايجابي عندنا توسع بكل المحافظات السوريه وبالريف مراكز ثقافيه، وحتى اذا مو مركز ثقافي في محطات ثقافيه نقطه ثقافيه نحاول نفعلها بشكل كثير ايجابي، والاهم انه اذا مكان ما كان فيه مثلا مركز ثقافي او محطه ثقافيه نشتغل باي مكان موجود فيه، ان كان حتى كانت مبره، ان كان حتى مدرسه، اي شيء، انه نوصل لاطفالنا بكل مكان ريف ومدينه. اكيد استاذه ملك، يمكن هي السنه كانت شوي صعبه على كثير من الامور وخصوصا بسبب وجود كورونا، قد ايه اثرت على بعض الفعاليات وخصوصا صحه الاطفال؟ هي شيء كثير مهم وصعب احيانا نسيطر على الاطفال ببعض الفعاليات. مزبوط. هلا هو كان من التحديات فعلا مثل ما ذكرتي حضرتك انه فعلا كورونا، مثل اي مكان مؤسسه استسلمنا اول كان من اثر الصدمه اول اسبوعين ثلاثه كذا، بس بعدين صرنا نشتغل اونلاين، صرنا نحاول نشتغل مع اطفالنا ويافعينا يقدموا كل واحد ما يعني بطريقته، لانه احنا اللي بيميز كمان عمل وزاره الثقافه انه عندنا فرق جوالي بكل المحافظات والارياف، فصرنا كل واحد يشتغل من بيته من مكانه ونعمل حوارات مع الاطفال والشباب واليافعين. بعدين صرنا
نتبع السلامة، انه مثلا نعمل انشطة بس نحن ضمن الحد المسموح فيه، يعني نحن بيكون تواجد اقل، بيكون في زيادة مثلا يعني زيادة السلام المعترف عليه، مسافات، تعقيم، كمامة، يعني عم نشتغل على هذا المجال. والحمد لله انه يعني كمان ما فيك يعني بدك توظفي هذا الشيء، يعني مثلا حتى موضوع كورونا صرنا نوظفه بالبرامج او الانشطة اللي نحن بنشتغلها، لانه نحن ممكن يكون احيانا برامج هي نفسها انه عم نشتغلها بس كل مرة بمواضيع مختلفة، فبتتناسب مع المرحلة اللي هي موجودة فيها. تمام. هلا من العقبات يمكن يلي بتتشكل قدامكم ممكن كانت الكورونا وقدرتوا تتجاوزوها بطريقه ما، خلينا نحكي عن ابرز الصعوبات يلي ممكن تواجهكم، وشو هي يمكن الاجراءات البديله يلي ممكن تتخذوها؟ هلا هو مثل اي عمل فيه صعوبات وفيه تحديات فيه كذا، بس يعني الحمد لله انت لما بتكوني بمؤسسه انه بتذلل لك الى حد ما كل العقبات الموجوده ضمن طبعا الامكانيات الموجوده عنا، يعني هي اكثر عم تكون احيانا شغلات كوادر، ممكن احيانا كوادر ما أنا متوفره، احيانا في سفر كثير، ما فينا ننكر الكوادر الفنيه او المدربين اللي سافروا، عم نستعين عنا دائما، عم نعمل ورشات تدريبيه، يعني نحن هلا دائما بنشتغل على تدريب مثلا كوادر لرسم كتب الاطفال، صار عندنا مجموعه كمان كثير منيحه الفنان لوجين الاصيل، عملنا معها ورشات، خرجت مجموعه كبيره من الشباب اللي بيرسموا لكتب الاطفال، ورشات كمان يعني تدريبيا كان حتى العاملين بالمراكز الثقافيه، يعني عم نحاول نستعيد عنا بالورشات اكثر شيء. الباقي الاشياء يعني صعوبات عاديه انه بتروح لما بتحسي انه انت كان عندك نتاج يعني مرضي عنه من قبل الاطفال والاهل، فبتنسي كل هاي الصعوبات وبتتذلل. اكيد اكيد استاذه ملاك، يعني مثل ما بنعرف في كثير مشاريع مثل ما حكيتي حضرتك، ان كان بتخص ذوي الاحتياجات الخاصه، ان كان فئات مختلفه من الاطفال بترعوهم من خلال مسابقات وانشطه. صح. ابرز هي خليني اقول المشاريع او المسابقات اللي هلا عم تخططوا لها، ان كان اونلاين وان كان ضمن الاجراءات الاحترازيه. هلا انا راح اقول لك الاشياء اللي لنهايه تقريبا العام، لانه اذا بدنا نحكي عن العام الجديد في مشاريع كثير، بس هلا نحن الاهم شيء عندنا اللي عم نشتغل عليه مثل ما ذكرتي حضرتك، في اهتمام كثير نحن بيتناسب مع اهتمامات الدوله بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، ونحن دائما عندنا مسابقات لهم، وعندنا بنكرم الاطفال بفوزوا بهي المسابقات بضمن احتفاليه بمشاركتهم الفعاله بشهر 12 ضمن يوم الإعاقة. فنحن هلا ابتدينا معهم كل إعاقة حسب يعني مثلا المكفوفين بتناسب معهم نوع معين من الفنون، يعني كل إعاقة والفن اللي بيناسبها، لحديت ما نعمل هي الاحتفالية وتكون بمشاركته إن شاء الله رح تكون بشهر 12. في عنا طبعا من ضمن مشاريع مشروع تشجيع القراءة كمان سنويا بنحتفل، يعني بنشتغل نحن على مدار العام بمشروع تشجيع القراءة ضمن مشاريع وضمن برامج على مدار العام وبكل محافظات سوريا، منتوج هيدا الشيء ضمن احتفاليه اليوم الوطني للتشجيع على القراءه، بنشتغلها سنويا مع وزاره التربيه المركز الاقليمي للطفوله المبكره، بنشتغلها بطريقه انه كل واحد يعرض النتاج اللي اشتغله على مدار العام. نحن كنا عاملين هاي السنه المواهب الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه والاطفال الايتام وابناء وبنات الشهداء، فمن هالمنطلق هلا اهم الاعمال الكتيبات راح تنطبع، هلا هي بقيد الطباعه، ممكن تنطبع اونلاين وبعدين نطبعها ورقيا، راح تنطبع كمان هذا ضمن شهر 11. في عندنا كمان اكيد اقامه معارض، في عندنا كمان تكريم لابناء وبنات الشهداء اللي فازوا بالمسابقه ضمن حفل فني راح يكون، اتفقنا كمان بنقيمه مع مدارس مشكورين هيئه ابناء وبنات الشهداء. في عندنا طبعا كمان يوم الثقافي، نحن هلا وزاره الثقافه ورشه عمل دائمه لنحتفل بيوم الثقافي اللي راح يكون 23 24 25 11، هو 23 اصلا هو ذكرى تاسيس وزاره الثقافه سنه 58، فكمان انه وجهت السيد الوزير انه يكون التركيز الاكبر بالمحافظات كلها بالمراكز الثقافيه، يكون ثلاث ايام نسبه الاكبر هي 90% اذا مو اكثر للاطفال واليافعين والشباب.
ففي كتير قصص يعني عم نحضر له، وهلا صار البرنامج طبعا اكيد جاهز بالطباعه. والشيء كمان مهم، نحن اللي عم نشتغله برنامج رح نبتدي كمان هلا، هو مشروع التعلم المتكامل مع اليونيسف. هيدا مشروع للاطفال الفاقدي التعلم، الاطفال اللي متسربين من المدارس، الاطفال اللي انقطعوا عن المدرسه لفتره طويله، او الاطفال اللي ما التحقوا اصلا بالمدرسه، والاناث اللي كان دون 19 سنه اللي كان عندهم زواج مبكر وما صح لهم يلتحقوا بالمدارس. فهيدا راح تكون ب 12 محافظه من المحافظات السوريه. عم نشتغل هلا في تاهيل القاعات لتكون كمان مناسبة للتعلم، ورح يكون التعلم بطريقة غير تقليدية، رح يكون ضمن برنامج مشروع مهارات الحياة، أنه يتعلم الطفل أو ضمن هاي الأعمار من 6 سنوات ل 24 سنة. طبعا حتكون مقسمة ضمن تقسيمات فئات معينة ليتناسب كل عمر مع بعض، وبعدين انه منشان نرجعه للمدرسه، يعني هيدا من اهم اهدافنا، ويدخل سوق العمل ان شاء الله. يعني هي بمختصر اذا ما نسيت شيء الاهم. كثير حلو. هلا اذا بدنا نحكي اليوم يمكن عن الاطفال اللي عندهم هي المواهب، فكثير من الاشخاص بيقولوا انه يمكن انه هلا بهي الظروف وبهذا الضغط، ويعني عندهم هي التفاصيل اللي ممكن يحطوها، فبتشوفي انت دعم مواهب الطفل قد ايه ممكن هي تخرج الطفل فعلا من هي الحاله النفسيه اللي بيكون هو اصلا بجو كلياته ستريس مثل ما نحن بنقول، وان كان من اهله وان كان برفقاته بضمن المدرسه، ودائما نفس التعليقات ونفس الجو اللي عم بعيش فيه، فاهميه هي الفعاليات للطفل ونفسيه الطفل بالتحديد. هلا الحياه ما بتتوقف اكيد، ونحن هي تحديات من التحدي اللي ذكرتوها حضراتكم، انه هي التحديات اللي كثير اللي واجهت للاسف سوريا بالضغوطات الكتير اللي عم تواجهها سوريا، بس نحن اكيد شعب حي وما بيستسلموا اطفالنا. كان في عنا حوار ضمن يوم الطفل العربي اللي ابتديناها بحما، كان في حوار مع السيد الوزير والسيد محافظ حما، بتشوف عين قديش هنن بيعطوك قوه، بيعطوك ايجابيه، بتقولي لا اكيد بدك تضلك تستمري معهم، واكيد بدك تحاولي مثل ما ذكرت تعملوا هالتفريغ الانفعالي، طلعوا ابداعاتهم، لانه كمان الابداع بيطلع بكل الظروف، خصوصا بالظروف الصعبه ممكن الابداع يطلع اكثر. الحياه مستمره، وهيدي السوريين يعني انه خصوصا اطفالنا، فانا كثير بشوفه ضروري، وبالعكس يمكن ضروري باي من اي وقت ثاني. اكيد اكيد. طيب خلينا نحكي عن اهم المجالات اللي لقيته انه هي فيها ممكن تدعم خليني اقول نفسيه الطفل، وخصوصا تعاملته مع الاطفال بالارياف باغلب المناطق اللي كانوا رجعوا الاهالي لها بعد تطهيرها طبعا من الارهاب، فشو اكثر الفعاليات اللي حسيتهم هي فعلا قدرت تجيب نتيجه وتغير من نفسيه الاطفال؟ حلو سؤالك. هلا نحن وزاره الثقافه اشتغلنا برنامج مهارات الحياه تقريبا من كان بشكله المتكامل 2012، هلا طورناه بطريقه كثير منيحه، يعني صار عندنا مثل ما ذكرتي بالارياف وبالمدن صار عندنا فرق جوالي، مسرح تفاعلي، يعني المسرح التفاعلي كثير كان له اثر ايجابي بنفسيه الاطفال، لانه الطفل لما بيتعلم مسرح تفاعلي بيتعرف على شخصيته، بيتعرف على شخصيه نظره الاخر له، وكيف هو ممكن يتعلم مع الاخر، كيف ممكن بتعطيه ثقه بنفسه، كيف ممكن تثقفه، كيف بيصير ممكن يعطي يطلع ابداعاته. المسرح التفاعلي كثير كان ايجابي. الموسيقى بانواعها، موسيقى عزف غناء، كثير بتطالع من الجو، حتى هي الكبار بتطالعوا من الجو كيف الصغار، فكثير كان كمان ايجابيه كثير كمان مع الاطفال بهي الظروف. الاعمال اليدويه كمان كثير، المهن اليدويه اللي نحن هلا بنحكي عنها ممكن التراثيه، دائما نحن حريصين انه هي الشغلات، انه ان كان مثلا النول صناعه البسط، ان كان مثلا صناعه القش بمحافظات مثل طرطوس ومصياف، الحرير، يعني كمان كيف بيشتغلوا الأطفال بالحرير، كيف نحن نرجع الحرف التراثية ونزرعها بأطفالنا، وعم تكون استجابتهم رائعة جدا، وعم يتعلموا كمان بيتعلموا مهنة منيحة ومنحافظ على التراث بنفس الوقت. في مهن كتير أعمال يدوية كانت كتير
مهمة كتير، يعني كل الأعمال، الرسم طبعا، الفن التشكيلي، الصلصال، يعني كله بيكمل بعضه. هو إجمالا الفن كتير بيكون ضروري مثل ما ذكرنا قبل شوي، بهي بالظروف الصعبة بيكون ضروري أكثر من أي وقت تاني. هو ضروري بكل الأوقات، بس أكيد بالظروف الصعبة بيكون أهم. أكيد بدنا نشكركم بدورنا، ونشكر كل شخص يمكن قادر يقدم ولو شيء بسيط لأسعاد طفل لدعم موهبته. بدنا نشكركم أكيد، ناطرين كل الفعاليات القادمة. شكرا لكم، يسعد صباحكم. شكرا جزيلا. يسعد صباحك، وشكرا لكم ولكل العاملين طبعا بمديرية الثقافة. شكرا لك. كل العاملين بوزارة الثقافة، لأن احنا فريق واحد وزارة الثقافة، بنشتغل ضمن أسرة وفرق واحد. أنا بشكرهم كلهم بالمديريات الثقافة بالمحافظات مع رؤساء الفرق، مع طاقم المديرية وطاقم الوزارة. شكرا، يسعد صباحكم. شكرا.